هناك 8 أنواع من الدببة تعرضت للانقراض. على نقيض معظم الثدييات، يمكن مشاهدة الدببة بألوان مختلفة، وتعد الدببة القطبية هي أكبر الحيوانات المفترسة الموجودة على الأرض، وقد يصل طولها إلى 11 قدم، ويصل وزنها إلى أكثر من 1700 رطل. الباندا العملاق هو أحد أنواع الدببة. تمتلك الدببة حاسة شم قوية أقوى من أي ثدييات أخرى وأقوى من الكلاب. جميع الدببة القطبية الموجودة حتى الآن يعود أصلها إلى أنثى دب بني واحد كانت تعيش في إيرلندا منذ نحو 50,000 عام مضت، ويطلق على مجموعة من الدببة اسم سلوت، وهو ما يعني الحيوانات الكسولة. والدببة القطبية تمتلك جلدا أسودا وفروا أبيض. ومن بين الأنواع 8 من الدببة يعد الدب القطبي، وهو النوع الوحيد الذي يتغذى على اللحوم. أما دببة الباندا فتتغذى على النباتات، خاصة نبات الخيزران. أما الأنواع الأخرى فهي مختلطة، أي تتغذى على النباتات واللحوم. تسبب التلوث البشري في تقليص حجم العضو الذكري لدى ذكور الدببة القطبية. وحيوان الكوالا هي في الواقع ليست من الدببة، بل هي من الجرابيات، أي يولد الجنين ويتم الاحتفاظ به داخل جراب في بطن أمه. وتحتوي أكباد الدببة القطبية على كميات هائلة من الفيتامين أ، لدرجة أنها تتسبب في وفاة الإنسان عند تناولها. تشتم الدببة القطبية فريستها في الثلج على بعد يصل إلى 32 كيلومتر. شكرا على حسن المشاهدة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.